اهلا بيكم، انا بنوب خلف من بوست اكاديمي، والنهارده ميعادنا مع تشابتر 1 من ماده النولج مانجمنت الكي ام. في الماده دي هنستفاد جدا 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 لانها ماده عمليه وماده بنلاقيها في سوق العمل كتير ومطلوبه جدا. فتعالوا نفهم الماده دي مع بعض ونشوف نقدر نستفاد منها ازاي في حياتنا العمليه وفي حياتنا الشخصيه كمان. نولج مانجمنت ان ثيوري اند براكتس، ازاي نفهم المانجمنت او النولج مانجمنت بشكل نظري وعملي في نفس الوقت. تعالوا نبدا ونشوف. اول حاجه عندنا اللي هندرسه في التشابتر دوت، هندرس ايه مع بعض؟ كي ام كونسبتس اند ذير ديفينيشنز. هناخد التعريفات بتاعه الكي ام لان النهارده انترودكشن فقط. تيسيت اند اكسبليسيت نوليدج، الفرق بين المعرفه الضمنيه والمعرفه الصريحه. في فرق بين المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة. Knowledge in action، إزاي أخلي المعرفة اللي عندي في الفعل أضعها في الفعل عشان أعرف أتعامل بيها وأتفاعل معاها. Knowledge to create value، إزاي أقدم قيمة إن كنت أنا شغال في شركة، أقدم قيمة للشركة بتاعتي من خلال Knowledge اللي عندي. إزاي أقدم قيمة للعملاء لو أنا شغال بخدم عملاء معينين في قطاع معين. هنعرف كل ده مع بعض النهاردة. أول حاجة عندنا Introduction عن الKM. When asked most company executives say their greatest asset is knowledge held by their employees. They also state they have no idea how to manage just this knowledge. بكل بساطة لما تيجي تسأل مديرين الشركات التنفيذيين، المدير التنفيذي في أي شركة، إيه أعظم asset عندك؟ asset يعني أصول، أصل المفروض أصل مالي أو أصل معرفي. فإيه أفضل asset عندك في الشركة؟ يقول لك knowledge. اكتر حاجه مفيده عندي في الشركه، اكتر حاجه بعتمد عليها في شركتي هي النوليدج. الاسيتس بتوعي هم النوليدج اللي بيمتلكوها الموظفين اللي عندي. فالنوليدج بالنسبه للشركات هي نمبر 1. كمان بيبقى عندهم مشكله اللي هو ازاي مانج ذس نوليدج، ازاي يدير المعرفه اللي عنده دي. زي ما يبقى عارفين مثلا ان في ناس كتير قوي عندها معرفه وفي ناس علماء في الحاجه اللي هم متخصصين فيها، لكن ما يعرفش ازاي يستخدم المعرفه دي. فدي بتبقى مشكلة كبيرة أو تحدي كبير بيقابل الشركات. طيب إيه كمان؟ From physical assets to knowledge assets. هننتقل بقى من المعرفة المادية أو من الأسيتس أو الأصل المادي، الأصل المالي، للأصل المعرفي. إني أمتلك أصل معرفي. تعالوا ناخد أمثلة ونشوف مع بعض. Knowledge has how become more valuable than physical things. بكل بساطة دلوقتي بقت المعرفة الأصل المعرفي أفيد وأفضل من الأصل المالي. الأصل المادي بقى الأصل المعرفي أفضل وأحسن منه بكتير والأفيد منه كمان. زي إيه عندنا؟ سايبر ريزرفيشن سيستم versus إيربلينز. بكل بساطة بقى في شركة عالمية اسمها سبير أو سايبر. سايبر ديت بتعمل حجوزات لكل شركات العالم علشان يحجزوا معاهم السفر بالطيران. فتيجي اي شركه او مكلمه متواصله مع سايبر ديت وتقول لها انا عايزه احجز معاكم، فتحجز معاها اونلاين. فشركه زي سايبر دي او ويب سايت زي سايبر ده العالم كله بيتعامل معاه علشان بس المعرفه اللي عنده، هو يقدر يوصلك باي اير بلين في اي وقت. فدي حاجه مفيده جدا، الشركه دي الناس كلها تتعامل معاها عشان الميزه اللي عندها. فده كل الاسيتس اللي عندها اصلا assets knowledge، مش عندها assets على أرض الواقع أو assets physical، لأ ده كل ال assets اللي عندها online، كل ال assets اللي عندها knowledge مش أكتر من كده. Now دلوقتي customer bill of rights vouchers for delayed flights customer satisfaction and revenues at an all time low. بكل بساطة دلوقتي تقدر تدفع فاتورة حقوق العملاء أو تقدر تدفع قسايم الرحلات المتأخرة او تقدر تعمل كاستمر ساتسفاكشن، انك كمدير شركة تقدر تطلع الموظفين اللي عندك رحلات طيران من خلال سيبر دي. كل ده عشان تقدر تحقق ريفينيو، وده بيبقى متاح طول الوقت، بيشغل كل الاهتمام طول الوقت. فدي حاجة قايمة على إدارة المعرفة، النوليدج مانجمنت والنوليدج اسيتس. ايه كمان؟ في بقى حاجة اسمها النوليدج مانجمنت ديسايبلز. بكل بساطة هي التخصصات إدارة المعرفة. إدارة المعرفة تخصصاتها لا تحصى، بس هناخد الأسس بتوعهم دلوقتي. في حاجة اسمها Database Technologies، التكنولوجيا القائمة على الداتابيز. Organizational Science،
علم التنظيم او علم المؤسسات، Electronic Performance Support System الـ EPSS، Document and Information Management، في Collaborative Technology، في Decision Support System. احنا مش محتاجين نتعمق في كل دول دلوقتي، لكن هناخدهم فيما بعد بالتفصيل. حاجة اسمها DSS، Library and Information Sciences، Web Technologies، Artificial Intelligence، الذكاء الاصطناعي، Technical Writing، Cognitive Science، Help Desk Systems. كل دي تخصصات وفروع ال KM في المؤسسات. فتلاقي مؤسسة عندها قسم كل واحد من دول، ودي كلها تحت إدارة واحدة اسمها إدارة المعرفة. طيب إيه كمان؟ في حاجة اسمها The Three Generations of KM، التلات بقى أجيال أو التلات حاجات اللي محتاجين نعرفهم قوي عن ال KM. Number one, first generation, if we only know what we know. كل الفكرة لو عرفنا بس اللي نعرفه، لو فقط عرفنا اللي نعرفه، دي تبقى اسمها الـ IT، الـ Information Technology. أنا عندي معرفة في مجال معين، والمعرفة دي بعرف أستخدمها بشكل محدد، يبقى if we know what we know. دي الـ First Generation. الـ Second Generation بكل بساطة، if we only know who knows about. إحنا عندنا معرفة، بس مين يعرف اللي إحنا عندنا المعرفة دي؟ محتاج أوصل معرفتي دي للـ People، للناس، ان كانوا موظفين او ان كانوا عملاء، فلازم الناس يوصل لها المعرفه اللي عندي دي، بقت البيبل. الثيرد جنريشن، الاساس الثالث اللي قائمه عليه اداره المعرفه، if we could only organize our knowledge، لو بس نقدر ننظم المعرفه اللي نعرفها، دي تبقى اسمها كونتنت، المحتوى. بيبقى احنا كده عندنا IT، عندي انفورميشن تكنولوجي بقدمها للناس في شكل منظم، بقى اسمها كونتنت. يبقى ده الموضوع بكل بساطة، ده الأساسات الثلاثة اللي قايمة عليهم الـ KM. عندي Information Technology بقدمها للناس وبستفاد من الناس من خلالها، ده بيعمل لي، لما بنظمه بيعمل لي Content. طيب إيه كمان؟ Today's working environment، بيئة العمل دلوقتي شغالة إزاي وماشية إزاي؟ الـ KM بقت دلوقتي more global، أكثر عالمية، تقدر توصل للعالم كله من خلال information technology الـ IT، أو من خلال الـ artificial intelligence الذكاء الاصطناعي. كمان بقت more and faster، أكتر سرعة، الموضوع بقى ماشي بسرعة أكتر وفعال أكتر وجذاب أكتر. more mobile، بقت دلوقتي كل حاجة تقدر تتحكم فيها من خلال your mobile phone أو your cell phone. more connected، أكثر اتصالا، تقدر تجمع دلوقتي شبكات اتصال مع بعض في إدارة واحدة، فدي بقت more connected، وده المستقبل. المستقبل كله رايح في اتجاه إن هيبقى كل حاجة virtual، كل حاجة رقمية. بقى في حاجة اسمها ال virtual management، الإدارة الرقمية، إن يكون في شركة أونلاين، شركة كاملة بإدارتها بموظفيها بكل ما فيها أونلاين. فده اتجاه العالم كله دلوقتي، فال knowledge management هي اللي هتسيطر على العالم قريب جدا. في حاجة كمان اسمها increasing complexity، زيادة التعقيد. في حاجة طبيعية معروفة، اللي احنا كل ما زادت المعرفة كل ما بقى فيه تعقيد أكتر، وده اللي هنتكلم عنه في السلايد أو تو سلايدز دول. Today's work environment is more complex due to an increase of number of subjectives knowledge. بكل بساطة كل ما زادت المعرفة زاد التعقيد أكتر، وده بقى بيخلينا نركز مع الموضوع ده ويخلينا نتطور كل يوم. We need to attend every day، محتاجين ان احنا نكون عندنا حضور يومي عشان نبقى عارفين المعرفة رايحة لفين. filtering over 200 mails او emails, faxes, voicemails, message on a daily basis. how to prioritize، ازاي تعمل أولوية لكل دول، انك تفلتر كل يوم حوالي 200 ايميل او اكتر من 200 ايميل. فدي اسمها ال complexity. having to think on our feet، محتاج تفكر في خطواتك اللي جاية ايه. As expected, the response time has greatly decreased as well. بكل بساطة الحاجة للتفكير في مستقبلك، في الخطوة اللي جاية، كما هو متوقع من وقت الاستجابة، وده انخفض وبقى تحدي بالنسبة لل KM. KM is response to the challenge، أهو التحدي، of trying to manage this complexity amidst information overload. في overload information، information بزيادة جدا جدا جدا، فبقى في تحدي لإدارة الـ KM
او لاداره المعرفه انها تنظم الكومبلكستي دي. بقى في علم اصلا اسمه ساينس اوف كومبلكستي، علم التعقيد، وده مجرد اللي هو بيدرس فروع مختلفه من العلم، وكل واحد فيهم ليه نظام التعقيد بتاعه، فبيجمع كل التعقيدات دي في نظام واحد او في علم واحد اسمه ساينس اوف كومبلكستي. مش محتاج اضيع وقتكم اكتر في معرفه عن الساينس اوف كومبلكستي. يعني knowledge and entropy production have an inverse relationship. بكل بساطه انك يكون عندك معرفه وانتاج عشوائي، دول في بينهم علاقه عكسيه. يعني لا انا انتج بشكل عشوائي او اخرج منتجات او خدمات بشكل عشوائي، ده حاجه ضد المعرفه. يعني ده ماشي في اتجاه وده ماشي في اتجاه تاني. فكون ان انا يكون عندي معرفه اكتر هيقل العشوائيه عندي اكتر، هيبقى التنظيم عندي اعلى. فالمعرفه والتنظيم مرتبطين ببعض علاقه طرديه، والمعرفه والانتاج العشوائي مرتبطين ببعض بعلاقه عكسيه inverse relationship. طيب ايه كمان؟ hiring scenario. كمان بنحتاج الكي ام في الهايرنج، في التعيين بقى، انك توظف موظفين عندك، ده برضو بتحتاج الكي ام معاك. You have been asked to hire an assistant. انت محتاج تعين مساعد عندك، ده بقى ككيس بقى، محتاج تعين مساعد عندك. What sorts of things would you require from human resources؟ محتاج تطلب ايه من human resources؟ انا محتاج شخص عنده مميزات او عنده صفات ايه او عنده مهارات ايه. What questions would you ask HR؟ ايه الاسئلة اللي هتوجهها لل HR؟ What would you require for all applicants؟ هتطلب ايه من كل المتقدمين للوظيفة دي؟ الأسئلة دي عشان تفكر فيها وتحاول تجيب لها إجابات. طيب الـ applicant information، محتاج أعرف إيه عن الـ applicant؟ محتاج أعرف الـ CV بتاعه، إيه هي الـ CV بتاعه، خبرته في الشغل إيه، والمعلومات عنه، ومعاه مؤهل جامعي ولا مؤهل ماستر ولا لسه مش جامعي. محتاج أعرف كل المؤهلات أو كل المعرفة الكاملة عن الشخص الـ applicant ده. references، الكلام ده هل ده ليه مراجع وليه اساس ولا لا. التست ريزلتس، محتاج اعرف كمان نتائج الاختبارات. ما اي شركه دلوقتي بقى فيها اي كيو تيست وفيها ابتيتيود تيست وفيها لانجوج تيست، فنتائج الاختبارات دي بتقول اللي هو ينفع كموظف معايا ولا لا. ايه كمان؟ You have selected three of the applicants to go to the next stage, the interview. انت خلاص هنا بيفترض عليك انك اخترت 3 اشخاص من الابليكانتس المتقدمين عشان يخشوا في المرحلة التانية اللي هي الانترفيو، مقابلة العمل. Write down 3 or 4 questions that would you ask of the candidate during the interview. محتاج تسأل بقى من 3 لـ4 أسئلة في الانترفيو ده. فكر في الأسئلة اللي ممكن تسألها علشان تعرف تكتسب معرفة من الشخص الابليكانت ده، تعرف هو هينفعك فعلا في الشغل ولا مش هيكون مفيد في الشركة. طيب ايه كمان؟ Previous experience، محتاج تكون عارف ايه هي ال previous experience اللي عنده. A reason why they are applying، هم بيقدموا للشغل ليه. Role playing or decision simulation، دي حاجة اسمها role playing، يعني تحطه في موقف وتسأله يتصرف ازاي في الموقف ده، ودي عادة بيبقى جزء ليه علاقة بال IQ او بال problem solving. تختبر مهارة ال problem solving، حل المشكلات عند الشخص اللي بيتقدم للوظيفة دي، او تختبر ال IQ بتاعه، فدي اسمها role playing or decision simulation. طيب request they demonstrate bilingualism، اللي هي ازدواج اللغات، ان يكون تعرف هو بيعرف يتكلم اكتر من لغة ولا لا. فبنحتاج برضو نختبر النقطة دي. فممكن احط الـ4 أسئلة اللي عندي على المعلومات اللي عايز اعرفها دول. طيب ايه كمان؟ محتاج اكون عارف اللي فيه نوعين من المعرفة، نوع اسمه explicit ونوع اسمه tacit، المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية. ودي نظرية جبل التلج طبعا، ان اللي ظاهر حاجة واللي بيبقى مخفي حاجات كتيرة جدا جدا جدا، نظرية اسمها جبل التلج. فالفرق بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية فرق كبير وفرق ملحوظ جدا. يعني تعال ناخد الفرق بينهم. المعرفة الضمنية دي معرفة متضمنة في العقل البشري، هي جوه العقل البشري، بتظهر من خلال الخبرة والوظائف والمعرفة والتعلم، كل ده جزء من عقول الناس، الحاجات دي اللي جوه عقل الشخص، الخبرة الحياتية والحكمة اللي بيمتلكها وذكائه. ودي تبقى أكثر صعوبة في استخلاصها، إنك تعرف تستخرجها من شخص دي تبقى صعبة جدا عشان تبقى عارفها. فدي أكثر صعوبة في استخلاصها، المعرفة الضمنية. طب المعرفة الصريحة
هي المعرفة الموجودة على ورق، على سيستم، على كتاب، معرفة صريحة أنا أقدر أقراها، أقدر أشوفها، أقدر أشترك فيها بسرعة. علشان كده دلوقتي الناس اللي عندهم معلومة بيحاولوا يخرجوها بأي طريقة. يعني أنا مثلا واحد بعرف أشرح فبشرح محاضرات، واحد تاني بيعرف يكتب فبيكتب كتب، فده بيحاول يخرج المعرفة اللي عنده، المعرفة الضمنية، إلى معرفة صريحة زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط. طيب ايه كمان؟ The ubiquitous shared drive. بكل بساطة في مساحة تنظيمية مشتركة في كل مكان، في أي منظمة في حاجة اسمها مساحة تنظيمية مشتركة. All organizations have them. كل المؤسسات عندها المعرفة دي، المساحة التنظيمية المشتركة دي. They tend to be chaotically organized if at all. بكل بساطة كله بيسعى إن هو يكون منظم حتى لو بشكل فوضوي في الأول. يعني في احيانا منظمات تكون منظمه جدا بس التنظيم عندها يعني تحسه قالب بشكل فوضوي، يعني ظاهر قدامك بشكل فوضوي اكتر. organizing principle tacit. كمان بيبقى في مبادئ تنظيميه ضمنيه، بيبقى في مبادئ واضعينها، مبادئ ضمنيه للتنظيم. organize for me but what about others. طب انا خلاص نظمت المعرفه اللي عندي، ماذا عن الاخرين؟ الناس الباقيه في الشركه دول هتنظم معرفتهم ازاي؟ فده السؤال والتحدي المطروح. Share drive organization, which one would you choose؟ هتختار ايه من الاتنين اللي قدامك دول؟ ان التنظيم يكون بأني شكل من دول، فولدرز وكل فولدر بالاسم بتاعه، سارة، بيتر، روبرت، وهكذا، كل واحد من دول واحد من الموظفين، ولا الفولدرز تكون باسماء، واحد باسم المشروع، واحد باسم التاسك فورس اون كي ام، واحد اسم البروبوزل، ولا الفولدرات تكون بالشكل ده؟ أني أفضل بالنسبة لك بالنسبة للمعرفة؟ ده طبعا سؤال هسيبكم انتوا تجاوبوا عليه. طيب ايه كمان؟ Next challenge, preserving valuable knowledge. الأكتر بقى من اللي يكون عندي إدارة معرفة، لأن يكون عندي حفاظ على المعرفة. في ناس كتيرة جدا ماتت وعندها معلومات، ماتت وما لحقتش تشارك المعلومات بتاعتها مع الناس. فالأكتر والأهم من المعرفة اللي أنا أعرف أستخدم وأحافظ على المعرفة دي. في حاجة اسمها organizational amnesia or forgetting، إن المؤسسة يكون عندها فقدان ذاكرة، تنسى أحيانا أو تضيع منها معلومات مهمة جدا جدا جدا. ومن الكوارث دي المثال اللي قدامنا ده، إن شركة ناسا أو وكالة ناسا، وكالة ناسا أول وكالة في العالم حطت قدمها على القمر، المون، طبعا من خلال نيل ارمسترونج. فنيل ارمسترونج صوروا له فيديو، طبعا الفيديو ده كان بجوده وقتها ضعيفه زي ما احنا عارفين، الكلام ده كان من زمن، فالجوده الضعيفه ديت والفيديو دوت للاسف ضاع من الشركه. تخيلوا حاجه قويه جدا زي كده، وخطوه اول مره العالم يخطوها، من كتر الملفات اللي في الشركه ومن كتر القدم بتاع فتره الفيديو دي، بقى باقي منه حاجات بسيطه جدا وكله للاسف تدهور، ما عدا طبعا الناس اللي سجلته وقتها والناس اللي لسه عندها اجزاء منه، فده تدهور منهم ومبقاش عندهم الفيديو او الشريط التسجيلي ده. فدي حاجة طبعا يعني صعبة جدا. نسيوا كمان حاطين الفيديو ده فين، نسيوا اماكن الفيديو ده مسجلينه وحافظينه فين عندهم، فالمعرفة دي ماتت. تخيلوا لحظة زي ديت انها تضيع مع معرفة تانية. فدي حاجة اسمها organizational amnesia، ده اكبر واقوى مثال على الفقدان الذاكرة الخاص بالمؤسسات. طيب عندنا ايه تاني؟ concept analysis، تحليل المفهوم، ودي حاجة بحتاج استوعبها عشان اعرف استخدمها ازاي، وهناخد عليها امثلة كتيرة قوي. a method to better understand and ultimately define complex subjective and value laden concepts. بكل بساطة دي طريقة لفهم وتعريف المفاهيم المعقدة، تحليل المفهوم، اللي انا اعرف بس المفاهيم المعقدة ومعناها ايه، عشان في مفاهيم مليانة بالقيم، مليانة بالقيمة، مش عارف أتعامل معاها بشكل فعال إزاي. تعالوا ناخد أمثلة، بس الأول نعرف أكتر عن الـ knowledge management. إحنا كل اللي خدناه ده زي introduction، هنخش دلوقتي حالا، هندخل دلوقتي حالا في الـ knowledge management، إدارة المعرفة. هناخد شوية تعريفات للـ knowledge management. KM is a systematic, explicit and deliberate building, renewal and applications for knowledge to maximize and enterprise knowledge, related effectiveness and returns from knowledge assets. بكل بساطة إدارة المعرفة هي البناء المنهجي والصريح والمتعمد للمعرفة وتجديدها
وتطبيقها كمان لتعظيم الفعالية المرتبطة بالمعرفة المؤسسية، وإن أنا أحصل على عائد معرفي قوي. يبقى دي أول تعريف للكيام. KM is the process of capturing companies' collective experts wherever it resides, in database, on paper, in people's heads, and distributing it to whatever or wherever it can help produce the biggest payoff. هي عملية اكتساب الخبرة الجماعية للشركة أينما كانت، أي مكان في الخبرة الجماعية دي مهم نكتسبها، في قواعد البيانات، على الورق، في رؤوس الناس أو في عقول الناس اللي شغالين عندي، مش مشكلة، المهم إن أنا أكتسب المعرفة دي وأتعامل معاها. وكل ده بيساعد لتحقيق هدف كبير أو أكبر عائد للشركة. إيه كمان؟ KM is getting the right knowledge to the right people as at the right time so they can make the best decision. بكل بساطة التعريف ده من أكتر التعريفات اللي بفضلها لل KM اللي هو بتاع بتراش. بيقول ايه؟ بيقول ان اهم حاجه ان اوفر المعرفه المناسبه في الوقت المناسب عشان نتخذ قرار مناسب. توصل المعرفه الصحيحه المناسبه للناس المناسبين في الوقت المناسب، وده يخليك تتخذ قرار مناسب. ده افضل التعريفات للكيان. ايه كمان؟ It's the attempt to organize what is essentially a human asset or asset buried in the minds of individuals. The leverage is it into an organization asset that can be accessed and used by broader set of individuals on whose decisions the firm depends. بكل بساطة إنها محاولة للتعرف على ما هو أصل البشري، الأساس الأصل البشري المدفون في أذهان الأفراد، في حاجات ومعرفة مدفونة في أذهان الأفراد، ازاي استفيد منها في اصول تنظيميه، استفيد منها في ارض الواقع، وازاي اوصل لها، وازاي استخدمها، وازاي اخلي كل دوت يطلع لي قرار سليم. ايه كمان؟ KM apply systematic approaches to find, understand and use knowledge to create value. انا بستخدم كل دول، كل القيم وكل المعرفه وكل المناهج اللي عندي عشان اعمل قيمه، اقدم قيمه للشركه وللعملاء. KM's explicit is the explicit control and management of knowledge within an organization aimed to achieving the company's objectives. انا بستخدم كل دول عشان احقق، بستخدم المعرفه الصريحه اللي عندي والمعرفه الضمنيه عشان احقق اهداف المنظمه او الشركه. KM is a formalization of an access to experience, knowledge and experts that create new capabilities, enable superior performance, encourage innovation and enhance customer value. هو إضفاء الطابع الرسمي والوصول للخبرة والمعرفة اللي بتخلق قدرات جديدة وبتمكن الأداء المتفوق في الشركات وبتشجع الابتكار وبتعزز قيمة العميل. فتعريفات رائعة جدا لل KM. KM is a management philosophy that takes systematic and explicit advantage of knowledge to make the organization act more intelligently. فلسفة إدارة بتاخد ميزة منهجية وواضحة للمعرفة لجعل المنظمة تعمل بشكل أكثر ذكاء. أنا وظيفتي إن المؤسسة تعمل بشكل أكثر ذكاء من خلال الـ KM. طيب إيه كمان؟ Knowledge is used, applied for both operational and strategic purposes. يتم استخدام وتطبيق المعرفة للأغراض التشغيلية والاستراتيجية. أنا بستخدم معرفة عشان غرض تشغيلي واستراتيجي، أحطها في أرض الواقع، أحطها في الفعل، وفي نفس الوقت احطها في الخطط بتاعتي. Ways to find, analyze, categorize critical knowledge area to make sure appropriate knowledge is available when and where needed. طرق للعثور على مجالات المعرفة وتحليلها وتصنيفها بشكل حاسم للتأكد من توفر المعرفة المناسبة حيثما لزم الأمر. بحتاج أعرف، بحلل وأنظم عشان أعرف إمتى أحتاج المعرفة اللي أنا محتاجها في الوقت المناسب. طيب ايه كمان؟ KM is not. محتاج اعرف بقى ان دي مفاهيم مغلوطة عن الـ KM. الـ KM is not power. هي مش سلطة. الـ KM مش سلطة. ما اقدرش اقول للناس انا اعرف اكتر منكم فانا هتسلط عليكم. علشان عندي معرفة اكتر فانا هنا اللي كلامي هيمشي في الشركة او كلامي هيمشي في المؤسسة. دي مش سلطة. الـ KM مش سلطة. بالعكس دي حاجة بتخدم بيها الناس. It's how you use it that matters.
وإزاي بتستخدمها في الأمور المختلفة. KM is not achieving all existing explicit knowledge. مش لازم عشان يكون عندي معرفة إن أنا أستخدم كل المعرفة الصريحة اللي قدامي. بالعكس، مش شرط، في معرفة ضمنية بحتاج أستخرجها أكتر. A set of isolated techniques without a common framework. بكل بساطة، هي مجموعة من التقنيات المعزولة بدون إطار عمل مشترك. مجموعة من التقنيات ملهمش نظام عمل مشترك، أنا ممكن أستخدمها في أي وقت وفي أي مكان. A different label for IT, HR or training. في ناس بتحطها تحت الأقسام دي، تحت الـ IT أو الـ HR أو training. هي بتخدم كل دول، لكن هي مش تحت ولا نظام من دول. A command and control system of knowledge. هي system بس للمعرفة، السيستم بتاعي هو ده المعرفة اللي عندي. طبعا هي مش فقط system، هي أكبر من كده بكتير. Some examples، في بقى شوية أمثلة عليها. Here are some examples for concept analyzed by previous classes. في أمثلة تانية على تحليل المفهوم. تعالوا نشوف الأسئلة بتاعة تحليل المفهوم دي مع بعض. Today we will divide into smaller groups and try to concept analyze techniques. المفروض ده بيحصل طبعا في المحاضرة، اللي هنقسم groups ونشوف هنشتغل ازاي على ال analyze techniques. تعالوا نشوف مع بعض أمثلة. The concept digital library. في من ضمن المفاهيم مفهوم اسمه المكتبة الرقمية. مكتبة رقمية زي ايه؟ زي ويب سايت، زي ما مكتوب قدامنا كده، عبارة عن ويب سايت مثلا او صفحات جواها المكاتب الالكترونية دي، منظمة بتوفر موارد الكترونية، مجموعة من الاشياء الرقمية او المحتويات الرقمية، حاوية كتب الكترونية، معلومات مختلفة موجودة على مواقع مستقلة، مجموعات فرعية من كتب تقليدية، مجموعة منظمة من المعلومات الرقمية بشكل محدد، محتوى رقمي وصيانته وإدارته، معلومات مخزنة بتنسيق رقمي معين، بث مباشر، بث ويب، قاعدة بيانات. كل الأمثلة دي هي أمثلة ديجيتال لايبراري. فده مثال قوي جدا للديجيتال لايبراري وفي تحليل المفهوم. يعني إيه ديجيتال لايبراري؟ أتعمق أكتر بقى جوه المفهوم هطلع بكل النتائج اللي قدامنا دي. مثال كمان، the concept of being green. مفهوم انك تكون صديق للبيئة. يعني ايه صديق للبيئة؟ تعالوا نشوف الامثلة اللي قدامنا دي. احنا كده بنعمل analyze technique، تحليل المفهوم بشكل تقني. امثلة: اعادة التدوير، recycling، اعادة تدوير السماد، استخدام السيارات اللي بتحافظ على البيئة، دراجات الهوائية مش بتطلع عوادم سيارات، الحفاظ على الموارد، سيطرة على التلوث، العمل السياسي، تقليل البصمة الكربونية، decrease carbon footprint، دي حاجة مهمة جدا. ال awareness، يكون عندي وعي، يعني في حاجة اسمها being green، يكون عندي أصلا وعي بصداقة البيئة. regulations، يكون في لوائح نعمل بيها. acting locally، العمل محليا using alternative energy sources. كمان sustainable transportation، في كمان نقل مستدام. develop green technologies، لازم يكون عندي كمان تطوير التقنيات الخضراء. كيوتو بروتوكول، بروتوكول كيوتو، كيوتو دي البروتوكول الياباني اللي تم تنفيذه. recycle reduce reuse slogan، شعار تقليل او شعار اعادة التدوير، وده حاجة مهمة قوي. فده مثال على البيينج جرين. في كمان امثلة بقى، يعني دي الامثلة الايجابية. في بقى نيجاتيف اكزامبلز للبيينج جرين، ودي اخر حاجة عندنا النهاردة. امثلة نيجاتيف شوية. companies claiming to be green fraudulently. الشركات بتدعي انها صديقة البيئة بشكل احتيالي، يعني بيحتالوا على الناس على اساس اللي هم اصدقاء للبيئة وهم اكتر ناس بيضروا البيئة. في waste، عندهم نفايات، عندهم excessive consumptions، افراط في الاستهلاك، عدم تدخل، ائتمانات ضريبية للكربون، تعويضات كربون، سيارات الدفع الرباعي. امثلة تانية كمان زي غاز الايثانول، مكاتب الأوراق، حملة ترويجية بشكل غلط، الحصول على المسافات المقطوعة، شركات بتدعي إنها بتتعامل بشكل جيد للبيئة، الأكياس البلاستيك واستخدامها الضار، الاستخدام لمرة واحدة مش بيشجعوا الفكرة دي، تغيير المناخ، تأثير الاحتباس الحراري. كل الحاجات اللي قلتها ديت دي من being green، بس دي negative examples، أمثلة سلبية. فده تحليل المفهوم، أنا عرفت المفهوم طلع لي أمثلة إيجابية عاملة إزاي وأمثلة سلبية عاملة إزاي. كده نكون خلصنا تشابتر 1.
اللقاء الشابتر القادم ان شاء الله، وباذن الله نلحق الميد تيرم ونلحق ناخد كل محاضراتنا قبل الميد تيرم. شكرا لكم، مع الف سلامه.